ونروح دلوقتي نطير لأثيوبيا وبالتحديد لأديس أبابا لزميلنا هناك كريم أحمد مراسل قناة النادي الأهلي اللي أكيد هيطمنا عن آخر أخبار وكواليس واستعدادات النادي الأهلي للقاء بكرة إن شاء الله في دور 32 من دوري أبطال أفريقيا قصاد جيما الأثيوبي. يا مساء الخير عليك يا كريم، عايز أطمن منك على أخبار وأحوال النادي الأهلي والاستعدادات الخاصة بلقاء بكرة إن شاء الله. اهلا بك يا شيما، برحب بيك وبرحب بكل مشاهدي وجمهور النادي الاهلي في كل مكان. جوله جديده من دوري ابطال افريقيا، مباراه العوده الاهلي وجيما بطل اثيوبيا ان شاء الله يوم الاحد الثالثه بتوقيت مصر الرابعه بتوقيت اثيوبيا باذن الله. مجموعه المباراتين يؤهل فريق النادي الاهلي لدور ال16 كالعاده شيما. طبعا من خلالك ومن خلال برامجنا طبعا في قناه النادي الاهلي بنضع كل جمهورنا ومشاهدينا في الصوره، الاجواء والكواليس، الاخبار، الحاله المعنويه للفريق النادي الاهلي، الانتقالات، امور عديده جدا بنحاول ان احنا طبعا نتكلم فيها مع جمهور النادي الاهلي اللي بيتابعنا من خلال شاشتنا، شاشه قناه النادي الاهلي. فندق الاقامه نقدر نقول جيد، الكابتن سيد عبد الحفيظ والكابتن سمير عدلي قاموا بدور كبير جدا ان هم يكونوا متواجدين قبل انطلاق هذه المباراه ب 48 ساعه، لان بيبقى في عقبات كثيره جدا في المباريات الافريقيه. وايضا كمان فريق جيما بطل اثيوبيا اول مره يدخل في هذه البطوله، عنده خسور في حاجات كثيره جدا، لكن وجود خبرات كبيره زي الكابتن سيد عبد الحفيظ والكابتن سمير عدلي وايضا كمان السفير اسامه عبد الخالق اللي بيقوم بدور كبير جدا وتنسيقي مع الجانب طبعا هنا في اثيوبيا، سواء فريق جيما وايضا كمان فريق النادي الاهلي، امور كثيره جدا هنا بيحاولوا ان هم يتجاوزوها، لان بتبقى في عقبات كثيره للتنقلات، ملعب المباراه، امور كثيره جدا. لكن الحمد لله شيما حتى هذه اللحظه الامور ماشيه بشكل مطمئن لفريق النادي الاهلي، ماشيه بشكل طيب، حاله تركيز كبيره جدا النهارده كمان كانت واضحه في التدريب. لكن حابين نلفت النظر بالفعل الاكسجين هنا صعب جدا، التنفس يمكن هياثر بشكل كبير جدا على لعيبه النادي الاهلي ويمكن مأثر علينا كمان بشكل عام في التحركات، او ايضا كمان سواء ان احنا بنعمل لقاءات مع السفير او ايضا كمان مع بعض اللعيبه اللي بنحاول ان احنا نجتهد فيها مع كابتن سيد عبد الحفيظ، لكن في غلق تام. كابتن سيد حاول ان هو يغلق على الفريق، امس كنا بنحاول ان احنا يكون معانا الكابتن سيد وايضا احد لاعبي النادي الاهلي، لكن اكيد طبعا بنحترم قرار الكابتن سيد عبد الحفيظ لان هدفنا مساعده النادي الاهلي والوصول ان شاء الله الى الادوار القادمه، ووصلنا الاكيد الاكبر والحلم الاكبر هو تحقيق هذه البطوله اللي غايبه عن فريق وجمهور النادي الاهلي بقى لها سنين كثيره جدا. لكن ان شاء الله باذن الله بنتمنى الفتره القادمه دوري وكاس وبطوله افريقيا تكون من نصيب النادي الاهلي. لو برجع معاك يا شيما سريعا لتدريب فريق النادي الاهلي اللي بدا في الساعه 11 صباحا، الناس ممكن تتساءل ليه الساعه 11 التدريب كان فريق للنادي الاهلي، كان في مباراه محليه في الدوري المحلي للدوري الاثيوبي، يمكن كان متعارف عليه يكون المباراه الساعه 3 تدريب النادي الاهلي يكون في نفس التوقيت، لكن خلاص يمكن الامر عدى وخلاص الكابتن سيد عبد الحفيظ اتكلم مع المسؤولين وقرر خلاص ان هو ياخد التدريب في الساعه 11 صباحا بتوقيت اثيوبيا. الملعب زي ما اتكلمنا قبل كده وقلنا الملعب ارضيته صعبه شويه لفريق النادي الاهلي، الجمل التكتيكيه هيبقى فيها صعوبه النهارده، صعوبه بشكل كبير جدا يوم الاحد في تنفيذها، لكن حاول ان هو اللعيبه النهارده تدوس على ارضيه الملعب، لفوا الملعب بشكل كبير، كابتن سيد كعادته وكابتن محمد يوسف بيحاولوا ان هم ياخدوا جوله كبيره في الملعب لان مطبات كثيره جدا، امور كثيره جدا في داخل الملعب، عندنا لعيبه يا شيما راجعه من الاصابات كلها عضله خلفيه الانكل، وكمان لو بخص الانكل كمان ويمكن دي اصابه حسام عاشور اللي بنتمنى ان شاء الله باذن الله يكون متواجد في قائمه النادي الاهلي او في التشكيل الاساسي. حسام عاشور يمكن 48 ساعه اللي فاتوا او تدريب الامس وتدريب اليوم لم يشارك حسام عاشور في هذه التدريبات. استفسرنا طبعا من طبيب النادي الاهلي خالد محمود، قال ان حسام عاشور الكادم طبعا اللي في الانكل مأثر عليه بشكل كبير جدا، بيحاول ان هو يجري تدريبات منفرده، النهارده جري حول الملعب، ايضا كمان امس ما كانش فيه تدريبات كره خالص لحسام عاشور، يعني ان شاء الله باذن الله حسام يكون جاهز، لكن فرصه متاحه، فرصه موجوده حسام عاشور، 19 لاعب شيما متواجدين مع فريق النادي الاهلي، 11 لاعب في ارضيه الملعب، 7 في دكه البدلاء، هيكون لاعب وحيد خارج القائمه، بنتمنى ما يكونش حسام عاشور، يمكن ان شاء الله باذن الله يكون جاهز سواء على دكه البدلاء او ان شاء الله في التشكيل الاساسي، وايضا كمان الكابتن محمد يوسف يكون موفق في هذه المباراه في اختيار التشكيل الامثل لخوض هذه المباراه. بناكد كمان على نقطه مهمه جدا وهو الزي اللي هيخوض بيه النادي الاهلي المباراه، وايضا كمان فريق جيما بطل اثيوبيا. الاجتماع الفني كان في الساعه 1 ظهرا بتوقيت اثيوبيا بحضور الكابتن سيد عبد الحفيظ والكابتن سمير عدلي، تم خلاص الاختيار ان النادي الاهلي سيرتدي التيشيرت الاحمر والشورت الازرق، على الجانب الاخر فريق جيما بطل اثيوبيا الطقم الابيض بالكامل، ويمكن هم عندهم الاساسي عندهم اللون الاحمر لكن بالتنسيق مع الجانب الاثيوبي، وايضا كمان الكابتن سمير والكابتن سيد تم الاتفاق على هذه الامور، الامور ان شاء الله يا شيما تكون مستمره بهذا الشكل، تكون في مصلحه النادي الاهلي. المباراه صعبه بناكد عليها،
الاكسجين هيسبب مشكله، لكن ان شاء الله باذن الله بنقول لعبتنا على قدر المسؤوليه. عندنا حاجات كتير جدا عدينا بيها في البطولات الماضيه، ان شاء الله باذن الله مباراه موفقه، ونصعد من اديس ابابا الى دور ال 16. عوده ليك يا شيما. شكرا لك كريم احمد مراسل قناه النادي الاهلي من اديس ابابا.